بعد ما تعرفنا مع حضراتكم على احوال الطقس ودرجات الحراره، خلينا دلوقتي نشوف اسعار العملات واسعار الذهب النهارده اخبارها ايه. والبدايه كالمعتاد مع اسعار العملات وسعر الدولار الامريكي اللي بيسجل النهارده صباح يوم الاربعاء للشراء 18 جنيه 55 قرش، اما البيع 18 جنيه 61 قرش. اليورو بيسجل للشراء 19 جنيه 81 قرش، اما البيع 20 جنيه و5 قروش. الجنيه الاسترليني بيسجل للشراء 23 جنيه و30 قرش، اما البيع 23 جنيه 55 قرش. الريال السعودي بيسجل للشراء 4 جنيه 94 قرش، اما البيع 4 جنيه 96 قرش. والدينار الكويتي بيسجل للشراء 58 جنيه 29 قرش، اما البيع 60 جنيه 87 قرش. خلينا نروح بقى لاسعار الذهب ونشوف يا ترى في ارتفاع انخفاض ام في ثبات. والبدايه مع عيار 18 اللي بيسجل النهارده 866 جنيه، اما عيار 21 فاستقر عند 1010 جنيه، وعيار 24 بيسجل النهارده 1154 جنيه، واخيرا الجنيه الذهب بيسجل 8080 جنيه.